السلام عليكم. صباح الخير، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الله يكرمك. سيدنا النبي في الجنة، اللهم امين. اللهم امين، تفضل. دلوقتي انا من سنة في الاسلام سنة حسنة فلا اجرها واجر من عمل بها. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اعرف ازاي افرق ما بين الاثنين، وهي السنة الحسنة اللي انا ممكن اعملها في الايام الحالية. السنة الحسنة أنت لن تخترع، لكن تفعل شيئا أصله في الكتاب والسنة لكن الناس غفلوا عنه، يعني أصله في الكتاب والسنة والناس غفلوا عنه. فمثلا الناس في بعض البلاد مثلا لا يصلون العيد في الفضاء ولا يعرفون ذلك، فخرجت أنت وصليت العيد في الفضاء سننت سنة حسنة، معناها ليست مخترعة، إنما هي كانت موجودة وأنت تحييها وأنت أحييتها. مثلا ناس بخلاء في بلدك، ناس بخلاء في بلدك يأتيهم الضيف لا يكرمونه، ويأتيهم الفقير لا يعطونه شيئا، فأنت أحييت ما أميت بسنة حسنة، عملت مثلا دار لإكرام الأضياف. إكرام الأضياف أصله في الشريعة، لكن أهل بلدك تخلوا عن ذلك. فمثل هذا الذي جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه، فجاء قوم من غطفان مجتبي النمور، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليهم من أثر الفقر والفاقة باين على وجوههم، تلا الآيات المعروفة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقرأ الآيات الأخرى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فجاء رجل بصرة مليئة بالفضة بالمال طرحها بين يدي الرسول، وتبعه آخر وآخر حتى اجتمع أمام النبي عليه الصلاة والسلام كوم من المال، فتهلل وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جزاك الله خيرا.